السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في شرح اليوم عن لابد the day after tomorrow. راح نتعرف على كيفية إضافة الأشخاص عن طريق الID والأشياء المطلوبة لتخطي المراحل. طبعا كل اللي عليك في بداية اللعبة إنك تتبع التعليمات، وإنت معذور بهذا الشيء لأن اللغة صينية. كيف بعرف هاي الأشياء؟ لاني بعرف اللغة الصينية. ودي يا صديقك بس قوية. نيجي لهذا الشخص نحكي معاه شوي. طبعا ينطينا صندوق، بعد ما ينطينا صندوق نحطه بأي مكان. بعد ما حط الصندوق حط بيه شوية أشياء يعني وغلط. بعد ما تحط تضغط على هذه يطلع لك التسمية. طبعا تسمي الصندوق بأي شيء بدك إياه، تضغط على هذه وهيك أنجزت المهمة. بس نيجي للمهمات المطلوبة عندك من اللعبة وكيف ترفع مستواك. طبعا بهذا الكتاب اللي فوق تضغط عليه يطلع لك الأشياء والإنجازات اللي لازم تسويها. فمثلا تقتل ذئاب، تقتل زومبي، أو يعني تودي حطب، تجيب حطب، تاخذ حطب، تحط حطب. أنا عايز جملة مفيدة، قول لي جملة مفيدة عشان أفهمك. بعد ما جهزت كل أغراضك تطلع للطيارة. قبل لا تركب الطيارة تنطي كل أغراضك لمين؟ لهذا. أكيد ما راح ياخذهن، راح يوديهن للبريد اللي عندك بالبيت. أما سنيجي للأغراض اللي ممكن تنطيها، وهي مصنفة حسب الألوان، اللون الأخضر واللون الأزرق واللون العادي. اللون العادي تنطيه يعني يمشي لك إياهن كلهن. اللون الأخضر يمشي لك 120 غرض، واللون الأزرق يمشي لك 60 غرض. طبعا الخيار الثاني تقدر تنطيه الأغراض تحطهن اللي ما تقدر تاخذهن معاك، تقدر تنطيهن إياه وترجع بكرة أو بعد بكرة أو بكرة أو بعد بعد بكرة أو بكرة أو بعد بكرة. إضافة صديق، ما عليك إلا أنك تنسخ الآي دي اللي له، بعدها تتوجه للشات آخر القائمة، تلصق الآي دي، تبحث عنه، تبعث له طلب صديق. كيف تضيف صديق بالسكواد أو التيم؟ من خلال قائمة المهمات نختار العلم، بعدها نضغط الانضمام إلى فريق، وبعدها ننشئ فريق أو نخلق فريق. راح يطلع عندك قائمة نحدد بيها الهدف اللي يودنا إياه. بالنسبة للاسم ما تقدر تغيره، الأسماء صينية. بالنسبة للفريق تقدر تحط له رمز ما حد يدخل معاك. بعد ما انشأنا فريق نقدر نضيف صديق من أصدقاء. بالنسبة للمستويات، فما في مستويات، مجرد مهارات تطورهن من خلال لعبك باللعبة. وأنا بلعب باللعبة وأخيرا وصلت للحفار اللي يستخرج الأحجار. بعد بناءه يتطلب منك رأسية للحفر، موجود عنا وحدة نركبها. طبعا بعد التركيب طبعا في ثلاث منها هذه الأنواع مختلفة بالسرعة والقوة والوقت. طبعا هذا الخيار الغريب السقي، تسقي آلة، يعني شيء غريب. المهم عندك كمان الوقود او الزيت او البنزين، ما يهمنا. المهم بعد ما تطلع عندك هاي العلامة لازم تروح لها علشان تنطيك مصاري او مهمة جديدة. اما من ناحية البيت فهذا هو، تحكم فيه براحتك وشكل زي ما بدك. بالنسبة للخريطة رايحة تنفتح عندك بعد كل مرحلة تتخطاها. بالنهاية يا شباب أتمنى يكون عجبكم الفيديو، لا تنسوا تدعمونا بلايك وتشتركوا بالقناة، وسلامتكم.